أسئلة وجهتها لقناة الجزيرة. قناة الجزيرة لم تصور كيف وصل أمير قطر إلى سدة الحكم بالانقلاب على والده. قناة الجزيرة لم تصور حالات التسمم في قطر من الأدوية والأمصال المستوردة من إسرائيل. قناة الجزيرة لم تصور المظاهرات في قطر ضد إنشاء الكنيسة. قناة الجزيرة لم تصور المظاهرات في قطر ضد القاعدة الأمريكية. قناة الجزيرة لم تنشر تجنيس قطر لأربعين ألف عراقي وشامي. قناة الجزيرة لم تنشر فضيحة إعطاء المجنسين الجدد أسماء قبائل نجد زورا وبهتانا. قناة الجزيرة لم تنشر ما يجري في قطر من مظاهرات وفضائح. قناة الجزيرة لم تنشر قضية قتل وزير قطري لشقيقته. قناة الجزيرة لم تنشر أخبار خسائر بورصة قطر. قناة الجزيرة لم تنشر الشكوى التي تقدم بها العمالة الآسيوية عن العبودية وسوء معيشتهم في قطر، وهي من عملت حلقات عن سوء معاملة الكويت ودبي للعمالة. قناة الجزيرة لم تصور قصة المجند الأمريكي الذي صفع مواطنا قطريا على أرض قطر. قناة الجزيرة لم تصور حفل افتتاح مدرسة عبرية في قطر. قناة الجزيرة لم تصور الحانات والخمارات التي فتحها أمير قطر تحت اسم الحرية. قناة الجزيرة لم تنشر احتجاج أهل قطر على تجنيس الأجانب. قناة الجزيرة لم تصور حفل العشاء الذي أقامته الشيخة موزة لوزيرة خارجية إسرائيل. قناة الجزيرة لم تنشر أن زوجة نتنياهو حضرت مهرجان الأغنية في قطر في منصة مغيمة مظللة حتى لا يعرف المطربون العرب. كان ليلتها أصالة نصري تغني. قناة الجزيرة لم تتحمس للمظاهرات الإيرانية قدر تحمسها للمظاهرات المصرية. قناة الجزيرة لم تتطرق إطلاقا لقضية الجزر الإماراتية المحتلة. إلى متى هذا الانتكاس والخنوع؟ هل ستستغل شعوب هذه الأحداث وتركب السفينة لتسير مع التيار ضد الأنظمة الفاشية المستبدة؟ وهل ننتظر تحرك شعب قطر بكافة طبقاته إسوة بشعب تونس ومصر؟ أم أنهم استسلموا للأمر الواقع ورضوا بالذل والخنوع؟ فالصورة تتكلم، وأترك لكم التعليق. في الصورة وضاح خنفر مدير قناة الجزيرة مع تسيفي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية في اجتماع عمل على شرف قناة الجزيرة. جميعنا يعلم هذه الوجوه، وربما قد تم طمسها ونسيانها. للتذكير، هؤلاء هن مراسلات قناة الجزيرة في السابق. السؤال الذي يطرح نفسه: أين ذهبن؟ ولماذا استقلن من قناة الجزيرة؟